والله هذا القرار باطل، قرار باطل وما نقبل به. كل أهل الموصل ما يقبلوا به، الرمادي وصلاح الدين وديالة والعراق كله، الشعب العراق كله ما يقبله. لازم يتراجع عن القرار هذا. وين أكو كفو، رجل كفو وبطل عسكري قيادة ما دمج، هي ما يريدوا بالعراق، وما ما يعني الأمر ما بيده. كيف تقيمون عمل سعد خلف هذيك؟ والله جيد جدا تقييمه، ممتاز وبطل من الأبطال. وتمنينا يصير هو وزير دفاع، تمنينا هو يصير رئيس وزراء، يعني تمنينا لكل خير. قبل أشهر كان عبد المهدي قد قال إن اللواء لازم جمهوري، وقال بعض القادة أيضا كبار من الضباط إيه الآخرين من مناطق الحروب، واليوم نأتي بهذا على فريق عبد الوهاب الساعدي. هنالك حديث عن تدخل أطراف أخرى في هذه الإقالة، رأيك؟ تدخل 100%. وقالت مدير عمليات نجم الجمهوري هم طلعنا وهم ما قبلنا وهذا، بس الامر ما بيده. باطل ثم باطل ثم باطل. ليش؟ لانه رجل قائد وبرز من اهل المدينه، والذي حرر الموصل بقيادته وبشجاعته وبطولته. فرجل لا هو بالسياسي ولا هو بالمحتكر، وانما رجل عملي، رجل بطل. فهذا يجب أن يبقى ذخر للعراق. الكثير من الآراء ذكرت أنه قادر على إدارة العمليات، نعم، الخاصة وخصوصا في تحرير المدينة. هسه وبعد ما بس يدير عمليات، يدير عمليات العراق كله. وهذا المنصب بالنسبة له إهانة للعراق كله. لازم يكافئه، مو لازم بالضبط، لازم يتكافأ بدرجة يعتبر أعلى درجة. زين، لماذا ترمز هذه الإقالة برأيك أو تحويلها؟ تدخل سياسي خارجي. والله ظلم، والله ظلم. لو ما الله بعزته وجلاله وثم هم، فلا تتحرر الموصل لا هم ولا غيرهم، هم هم بزودر الطالب، خاصة منطقة القديمة. ذكرونا بعض الآراء أنه قادر على إدارة، والله هو الرجل سبق وشجاع، وشفناه يعني بعيوننا شلون يقاتل. انا تحررت من اصلاح الزراعي لما الله سبحانه وتعالى هو، وشفناه شلون يقاتل ويركض قدام الجنود يقاتل. هذا المفروض تمثال، اخليهم تمثال، رمز للعراق، ما اشيله خليه بصفحه واجيب غيره. لما الله هي النصر من الله سبحانه وتعالى، فهم لو ما هم والله دمرنا. كيف شاهدت اداء الفريق عبد الوهاب الساعدي وايضا اللواء نجم الجمهوري في تحرير المدينه؟ والله يا اخي بطل، والله يا اخي انا من اقول لك بطل، يعني شخص بمعنى يعني يستحق درجه اعلى من منصب جهاز مكافحه الارهاب، واللواء مخفى مشرفه باثناء العوائل التحرير مال الموصل. ويعني مع الاسف الحكومه انه تقول يعني تقيل واحد رجل شريف مثل عبد الوهاب الساعدي، الله يحفظه الله. ونحن ما نقبل بهذا الشيء، وكنا يعني والرجل حررنا ويعني طلق حريتنا، وكنا نتمنى ان نلتقي به. نعم، كثير من الاراء ذكرت انه قادر على اداره العمليات الخاصه. نعم، رجل من الدرجه الاولى، يستحق منصب اعلى من جهاز مكافحه الارهاب. الرجل ضحى بالموصل بالعمليات، رجل عسكري، نعم، رجل قاتل لا درع لا خوده لا ابدن بالعمليات. البعض انا رايت على قناه الموصليه احد ما كل معارك القتال في الجانب الايمن من الموصل في منطقه الجامع الكبير مع الجندي ماله، محب للجندي. ونحن هسه لا زال كل اهل الموصل نعتز بالفريق عبد الوهاب الساعدي. الى ماذا ترمز هذه الاقاله؟ والله رجل مخلص كفو، الكفو هسه ما يراد. لهذا السبب مخلص ونزيه وكفوء. قبل 4 أشهر كان إقالة اللواء نجم الجمهوري قائد عمليات. والله الرجل ضباط أكفاء في عموم البلاد وخصوصا أخي في مدينة الموصل. أخي رأيك هل هنالك تدخلات خارجية في؟ نعم بيها شيء، يعني أكيد التدخلات الخارجية يعني موجودة، يعني ما يريد واحد شريف ونزيه. نجم الجمهوري الرجل الله يرضى عليه، يعني الرجل بالعكس، يعني الرجل ساهم بالعمليات التحرير وأنقذ الناس، ومثل ما يقولوا ساهم بالوضع الأمني
وساهم باشكال يعني كثيره، والامان الحمد لله وفروا لنا اياها، ويعني والفضل يعود لله، وثم ما كل القوات الامنيه وكافه الصنوفها بس على راسهم جهاز مكافحه الارهاب الذي انطى ضحايا في المناطق القديمه وحرر الناس العجزه وما كل المظلومين.